والآن تلتحق بي زميلة وافية خبابة والموعد الاقتصادي. مساءك سعيد. أهلا بك زميلي محمد. مشاهدينا الاقتصادية، إذا طموح الحكومة في تحقيق اقتصاد متطور يبقى مرهونا بمدى تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على العجز الذي تعرفه المؤسسات المصغرة التي لا يزال أصحابها يتخبطون في واقع أنهك مسارهم الاستثماري. التقرير لسرية شعلان وعبد الناصر جلال. في وقت تعد فيه المؤسسات المصغرة محركا أساسيا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، لا تزال الأخيرة تعاني الإهمال على حساب كبرى الشركات بالبلاد لتتوجه نحو الصراع من أجل البقاء. احنا يعني كشباب مستثمر في اطار الدعم يعني نتطلع اننا يعني نقود الاقتصاد الوطني على غرار كل يعني كاين دول كبيره في العالم على مثال تركيا، ماليزيا، ربما حتى ايطاليا، يعني عندها المؤسسات الصغيره والمتوسطه هي اللي تقود الاقتصاد ماشي المؤسسات الكبيره. مشاكل عدة لا تزال تعيق الشباب المستثمر الذي يعد المؤسس الوحيد لهذا النوع من المشاريع المصغرة في الجزائر. ضعف الأداء الجهاز التنفيذي هو الذي يعيق البرامج الاستثمارية، يعني لا يعقل مستثمر مثلا يحط ملف للاستثمار يبقى له في الدرج مدة سنتين. كذلك ضعف الأداء المصرفي والأداء البنكي هو الذي يحرم كثير المستثمرين بالولوج إلى الاستثمار. نحن في الجزائر عندنا نسبة خلق المؤسسة في ما يقارب 30 مؤسسة في الألف، بينما في المعدل العالمي هو 50 مؤسسة في الألف. التوجه نحو اقتصاد مستقل عن برميل النفط لا يزال يقابله عجز بمليون مؤسسة مصغرة وجملة من عراقيل عجز المسؤولون المتعاقبون عن حلها، فإلى متى يستمر الوضع على حاله؟ إلى موضوع آخر، والانخفاض المتواصل لعملة الدينار الجزائري مرهون أساسا باستراتيجية البنك المركزي، وعليه تأرجح العملة بين الارتفاع والانخفاض لا يخدمها خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. سلف دعماش وفوزية مسعدي في هذا التقرير. 40% هي نسبة انهيار قيمة الدينار ليصبح بذلك اليورو الواحد يقترب من 200 دينار في السوق الموازية. هي السياسة التي يعتمد عليها بنك الجزائر والمبنية أساسا على سياسة العملة الرخيصة، فإلى أين يتجه الاقتصاد الوطني؟ ككل البنوك البنك المركزي يسعر الدينار حسب حقيقته، يصور قيمته بالنسبة لقيمته الخارجية وقيمته الداخلية، ولكن في نفس الوقت نبدأ لا نضغط على الدينار بتضارب كبير وبسلوكات هي سلوكات غير منطقية. التوجه لخيار تخفيض العملة الوطنية وعدم التحكم في الوضعية الاقتصادية سيؤدي حتما لسقوط صندوق ضبط الإيرادات والتوجه نحو صندوق النقد الدولي على المدى القريب. إلا زدنا في هذه الحالة، أنا نقود المشاهد وجردوها مليح، إلا زدنا في هذه الحالة وما تحكمناش يعني في التسيير وما كانش عندنا نظرة استراتيجية، في 2017 صندوق ضبط الإيرادات يسقط ورايحين صندوق النقد الدولي في 2018، على خطر القيمة تاع الدينار إلى رحنا صندوق النقد الدولي يكون أكثر 200 دينار دولار واحد. هو إذن حال اقتصادنا الهش في ظل عدم قدرة الحكومة على القضاء على سكوارات الجزائر التي تضاف لسلسلة متاعب الاقتصاد الوطني. وفي قطاع الطاقة، نسبت صحيفة وول ستريت جورنال إلى وزير الطاقة في دولة الإمارات سهيل بن محمد المزروعي قوله أن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك مستعدون للتعاون في خفض إنتاج النفط وذلك لتقليل التخمة في السوق، غير أن المزروعي أوضح أنه من المتوقع أن ينخفض المعروض النفطي من خارج منظمة أوبيك بمعدل يصل إلى 800 ألف برميل يوميا، في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما سيساعد سوق النفط على استعادة توازنها بحسب رأيه.
هذا وقفزت أسعار النفط نحو 5% اليوم ليصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 1.37 دولار عن مستوى عند التسوية السابقة ليصل إلى 31.43 دولار للبرميل. وجاءت القفزة في سعر برنت يوم الجمعة بعدما قال وزير الطاقة الإماراتي كما تفضلنا وقلنا سهيل بن محمد المزروعي بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك مستعدة لإجراء محادثات مع المصدرين الآخرين بخصوص خفض الإنتاج. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث يعتبر مصنع نسيج السجاد والأغطية الصوفية ببلدية مصطفى بن براهم بولاية سيدي بالعباس من أكبر المصانع بالجهة الغربية، إلا أنه أصبح مهجورا بعد أن تم غلقه في سنوات التسعينات. سارة لليمي وأمينة بن دحمان في هذا التقرير. هو واحد من أكبر المصانع المتواجدة بالجهة الغربية من الوطن، مصنع نسيج السجاد والأغطية الصوفية، والذي يتربع على مساحة شاسعة، إلا أنه أغلق منذ سنوات التسعينات ليصبح مكانا مهجورا لا يصلح لشيء. عندنا مركز نسيج كما راك تشوفي هنا، من دخلوا نخدموا وكاع ماذا بينا يجوا يعاونونا يحلوه لنا، فاهمة؟ أنا على خدمة لا والو. خص مركز نسيج السجاد والأغطية الصوفية، نتمنى من السلطات المحلية تقوم بالعمل تاعها وتفتح المصنع في أقرب الآجال، ومدى بينا توظف معظم الشباب البلدية. كاميرا النهار وقفت على الحالة الكارثية التي وصل إليها المصنع، زجاج مكسور وجدران هشة ورموز آلات النسيج والأغطية التي لا زالت شاهدة على حقبة زمنية مر بها المصنع. قد تنطلق مبادرة محلية على مستوى الولاية اللي هم تكون اللجنة اللي كونها سيدي الوالي، وغادي إن شاء الله عن قريب راهم فيها لي ديمارش، غادي يكون فيها ترميمات على مستوى المؤسسة، غادي تنطلق عند بار دي زيتاب، بريمير ايتاب غادي نجيبوا إن شاء الله من التكوين، مصنع التكوين نجيبوا من الـ EFP نجيبوا الخشبة. وإن شاء الله الطاقة العاملة عن قريب إن شاء الله. من الواجب اليوم إعادة الاعتبار لهذا الصرح الصناعي الذي قد يكون له دور كبير في تعزيز الصناعة التقليدية بالولاية وتوفير مناصب الشغل لشباب البلدية. نلتقي في الحصاد الإخباري، إلى اللقاء، عودة لك محمد وباقي. شكرا لك.